اهلا بيك يا اصحابي. النهارده هنعرف مع بعض حرف التاء. ايه هو حرف التاء ده وبيتكتب ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. يلا مع بعض يا اصحابي نشوف حرف التاء بيكتب ازاي. بنعمل طبق زي حرف الب بالظبط وفوقيه نقطتين، طبق وفوقيه نقطتين. يلا نكتب مع بعض على النقط دي. يلا نكتبه، نعمل طبق اهو وفوقيه نقطتين. طب يلا نكتبه من غير نقط، نكتب احنا من غير ما نمشي على النقط، طبق ونقطة اتنين. عندنا حرف الت بيبقى موجود في تلات اماكن من الكلمة. اول حاجة لو كان موجود في اول الكلمة بيبقى ملوش السن التانية بتاع الطبق وفوقيه النقطتين عادي جدا زي كلمة تفاحة. اما ممكن يجي في نص الكلمة يبقى عندنا خط نايم وفوقيه سنة زي كلمة برتقالة. وممكن يجي برضو في اخر الكلمة فيبقى مكتوب عادي جدا بس قبليه شرطة صغننة زي كلمة بنت. يبقى هو لما بيجي في اول الكلمة بيبقى شكله عامل كده، لو جه في نص الكلمة يبقى شكله زي كده، ولو جه في اخر الكلمة يكون شكله كده. عندنا حرف الت له اربع اماكن من التشكيل. اول حاجة لو كان عليه فتحة نطق تا، تا فتحة تا. لو كان عليه فتحة نطق تا زي كلمة تفوق، تا فوق. لو كان عليه ضمة تطق ازاي؟ تو، تا ضمة تو زي كلمة تفاحة. لو كان عليه سكون يتنطق أت زي كلمة بنت، يعني نقف عليها فعشان كده اتسمت سكون زي كلمة بنت. ممكن يكون تحتيه كسرة زي كلمة تمساح، بيتنطق ساعتها تي تي تمساح. يبقى عندنا عليه فتحة يتنطق تا فوقيه ضمة يتنطق تو، فوقيه سكون يتنطق أت، تحتيه كسرة يتنطق تي. بعد كان نراجع الدرس، كان خدنا تفاحة مبدوئة بالتاء في أول الكلمة، التاء في أول الكلمة مهاش السنة التانية. خدنا برتقالة التاء في نص الكلمة فالمعاملين شرطة نائمة وفوقيها واحد وعليه نقطتين بتوع التاء. خدنا التاء في آخر الكلمة بتبقى تاء عادية بس منطول الشرطة بتاعتها اللي من تحت زي كلمة بنت. خدنا ان تاء فتحة تاء زي تفوق، تاء ضمة تو زي تفاحة، تاء سكون ات زي بنت، تاء كسرة تي زي تمساح. يلا نوصل مع بعض اصحابي ونحل السؤال ده. الجملة تاء ضمة تو دي اسمها ايه؟ دي بنت. لا ما تنفعش، نقف على بنت دي عليها سكون. ده ايه؟ تفوق. لا ما ينفعش، ده مفتوح. طب دي ايه؟ تفاحة. بنبدأها ازاي؟ تو تفاح زي دي، تو التاء مضمومة فنوصلها بالتفاح. عندنا ايه تاني؟ تاء مفتوحة، تاء بتنطق تاء. دي ايه؟ دي بنت. لا التاء بتاعتها ساكنة. طب ده ايه؟ تفوق. التاء بتاعتها مفتوحة شاطرين فتوصل بيها. دي عندنا سكون تاء ساكنة، ودي برضو بنت فنوصلها بالبنت عشان البنت بنقف على التاء بتاعتها عشان عليها سكون، فتاء تاء سكون أت توصل ببنت. ومعنا فهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.